ماي تامي ماي تامي، ويصيح وانا يا الله يا الله الولد حيموت على يدي. Hey guys, Aya here. Hope everyone's having a great, great, great day. في فيديو اليوم ححكي لكم قصة حصلت معايا. كنت حتسجن بسببها في أمريكا وكنت حروح 60 داهية. ويعني حصل لي مصيبة والله. وكان يوم مش هنساه أبداً أبداً في حياتي. حاجة حصلت لي في الشغل. Yeah, let's get into the video. للناس اللي مش عارفين، أنا أشتغل مساعدة دكتور أسنان أو مساعدة دكتورة أسنان. أشتغل مع 3 دكاترة، بس أشتغل مع دكتورة أطفال أكثر شيء، وهي يعني مديرتي. بشتغل معها إنه دكتورة أسنان للأطفال. شغلاني هذه يعني لو بتتعاملوا مع أطفال لازم لازم تكونوا صبورين، لازم تكونوا صبورين، ولازم تكونوا كمان حذرين. في يوم من الأيام كان تقريبا قدو نهاية الدوام، و طبعا نصيحة لكم لو حتروحوا لأي دكتور ولا حتسووا أي حاجة، أظافر، استشوار، شعر، أي حاجة يعني، لا تروحوش نهاية الدوام، لأنه في نهاية الدوام يكون الواحد قد تعبان. فدايما لو تشتوا تعملوا موعد اعملوه في الصبح. في يوم من الأيام كان في طفل، وكنت أنا الوحيدة اللي فاضية، وكنت هاخذ الطفل هذا لورا. فرحت لعند الطفل هذا، كيوت أشقر كذا، وعمره تقريبا كان 6 سنين، وعينه ملونة ويعني أجنبي. فأخذته لورا وبدأت أتكلم معاه، وصغير وبيتكلم معاه يعني بفهم أنا إيش بقول، وبفهم أنا كمان إيش هو بيقول، يعني في تفاهم في الموضوع، إحنا بنفهم بعض. فبدأت بأنه أنظف له أسنانه وكذا، والحمد لله كل شيء راح تمام. فدعيت الدكتورة، قلت لها دكتورة طفل مستنيكي وجاهز وكذا. فجت الدكتورة وعملت له الفحص، وانا وخلصنا الفحص، والحمد لله كل شيء كان ماشي تمام، واخر الدوام وانا تعبانة وكذا. فاخذت هذا الولد الى الحوض، لانه في الحوض هو المكان اللي لازم يعملوا غسول الفم، لازم كل الناس اللي يجوا عندنا في نهاية الموعد لازم يعملوا غسول فم. فهذا الطفل اخذته للحوض، وقبل ما نعمل غسول الفم نسالهم، نقول لهم هل تقدروا تستحملوا غسول الفم ولا لا. وانا طبعا والله سالته، قلت له تقدر تستحمل غسول الفم؟ هو قال لي ايوه. قلت له اوكي. فبعدين اعطيته الكوبايه، الكوبايه كانت كذا تقريبا او كذا، فاعطيته نص الكوبايه من غسول الفم، واعطيته للولد وحطيته مؤقت لمده دقيقه، لانه لازم يكون غسول الفم في الفم لمده دقيقه. فاعطيته للطفل، وكان عندي دقيقه، قلت انه خلاص حروح انظف بسرعه لانه عندي مريض بعده، فحروح انظف بسرعه وارجع له. وانا بنظف الكرسي سمعت المؤقت، فرحت لعند الطفل وقلت له سبري لا يعني خرجه. فهو الطفل عمل كذا تمام، عمل ايش كذا. فانا بشوف لعنده ومش شايفه اي حاجه بيخرج من فمه. في هذه اللحظه يعني استوعبت ايش اللي حصل، بس ما استوعبتش كثير. حسيت انه في حاجه وحشه حتحصل، يعني عرفت انه حيكون ايش يوم زبال، حيكون اليوم هذا يوم مش حيعدي على خير. فلما شفت الولد عمل كذا يعني وما فيش حاجه بتخرج، قلبي نزل، يعني قلبي نزل، ومش عارفه يعني حسيت انه خلاص يعني حروح 60 داهيه. اخذت فم الولد وبشوف كذا داخل فمه، مش عارفه ليش سويت كذا، على اساس ان الغسول الفم متخبي مكانه ولا حاجه، من كثر ما كنت خايفه، من كثر ما كنت مش مصدقه ان الولد هذا، الولد عمره 6 سنين، شرب كوباية من غسول الفم. فقلت له did you swallow it؟ يعني بلعت الغسول الفم. وما ردش عليه، مش عارفه ايش حصل له، انه ولا كلمة ولا كلمة ولا كلمة. وانا والله والله قبل ما ابدا المؤخذة قلت له do not swallow it، لا تبلعش لا تبلعش لا تبلعش. ففي هذه اللحظة كان عندي 3 اختيارات، يا اما اخلي الولد انه يروح البيت ويحصل له حاجة عن بيت أهله، أو أروح أقول لمديرتي وفي احتمال كبير إنه أترفد، أو أروح أقول للأب اللي هو ضخم وكذا، ويا أما يتصل بالديبارتمنت حق التسمم، أو إنه يتصل بالبوليس أو الإسعاف أو مش عارفة إيش.
فأنا هناك جالسة كذا بتفرج، بشوف على الولد بشوف على الحوض وبفكر إيش بسوي. الصراحة أنا مش حكذب، أول شي جاء في بالي قلت خلاص أنا حخلي الولد يروح البيت أهله ويحصل اللي يحصل، هذا يعني من عند ربنا وأنا بقدرش أسوي أي حاجة، لأن أنا قلت له من قبل لا تبلعش. بعدين فكرت قلت هنا في أمريكا هم متطورين كثير، فيمكن في يقدروا يعرفوا إيش اللي حصل له، بعدين يحصل تسمم يعرفوا إنه غسول فم، بعدين يرجعوا للمكتب عندنا ويقولوا أوه من اللي ساعدت هذا الطفل، بعدين يقولوا آية وأروح 60 دهية بعدين، لأن أنا ما قلت لهمش أي حاجة. فقررت إنه أقول للدكتور حقي، فرحت لعند المديرة وقلت لها جبت له غسول الفم، قلت له ما يبلعش بس بلع. فقالت لي بلع كم؟ قلت لها بلع كله. بعدين شافتني كذا ووقفت، يعني كنا معصبة انها كانت جالسة، فوقفت قالت كلي للأب. وانا قلت لها انا من داخل قلبي قلت انا قلت لك عشان مش اقول للاب. فرحت عند الاب وكذا الاب جالس مرتاح وفي تليفونه، وقلت له عمل الغسول الفم وخلص غسول الفم. بعدين راح كذا ولا مركز معي في تليفونه، قال بعدين قلت له ابنك بلع غسول الفم. بعدين قال لي اوكي وكذا في تليفونه. بعدين قلت له ابنك بلع كوباية من غسول الفم. بعدين كذا زي شاف عني يعني ها فين الآن. بعدين قلت له هو جالس ورا، والابن كذا ساكت ولا كلمة من أول ما بلع الغسول الفم ولا قال كلمة، وأنا خايفة لو يكون حصل له حاجة ولا شيء، لأنه بسأله يعني بتكلم معه ولا يرد علي ولا شيء. فجاء الرجال ورا والدكتورة جت لعندي وبتقول لي روحي جيبي زبادي أو حليب أو أي حاجة عشان هذا كويس للبطن. فسبحان الله مش عارفة كيف كان عندنا زبادي في الثلاجة، فأخذت هذا الزبادي ورحت لعند الولد وجبت له الزبادي. فقبل ما أجيب له الزبادي كان الولد تمام، يعني كان جالس كذا تمام، يعني ما كانش في حاجة. والأب سأله like are you fine، يعني هل أنت كويس؟ فقال الولد أيوة يعني I'm okay. فقلت إنه خلاص يروح البيت، يعني ليش شكله تمام، يعني أنا كمان شايف إنه شكله مية مية خليه يروح البيت. بس قالت الدكتورة لا جيبي له زبادي وجيبي له مكان إنه لو طرش يقدر يطرش فيه. جبت له زبالة وجبت له زبادي وجبت له كل شيء، وهو جالس في الكرسي وأنا بدعي ربنا إنه يحصل أي حاجة عشان أطمن إنه لو حصل له حاجة حروح أنا في 60 دهية. فجلس هناك وجالس يأكل الزبادي، خلص الزبادي ومنتظر، والأب منتظر وأنا منتظرة وكلنا منتظرين كذا على الولد، مستنيين حاجة يخرج من فمه، مستنيين حاجة أي حاجة يحصل عشان ربنا يستر عليا يعني. واقفين هناك جنبه وكذا، وبعد 5 دقايق بدأ يبكي ماي تامي ماي تامي ماي تامي ويصيح، وأنا يا الله يا الله الولد حيموت على يدي، الولد حيموت. ما بدأ يصيح وبدأ يبكي وماي تامي وماي تامي، صاحبتي كانت تتفرج علي يعني خلاص انت انتهيتي انت رحتي، يعني مش حنشوفك هنا ابدا مره ثانيه، لا حتشتغلي في طب اسنان ابدا في حياتك وخلاص انتهيتي. بعد كذا اقول 4 أو 5 دقائق من الصياح وماي تامي والبكا وكذا بدا الولد يطرش، بدا يطرش كثير، يعني بدا يطرش 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 كذا. وانا بعد هذا قلت روح ارتحت، قلت الحمد لله انه طرش، يعني كويس انه عشان يخرج كل الغسول الفم اللي كان في جسمه. فالحمد لله بعد ما طرش يعني ارتاح شوية، بس كان بيبكي وكذا. والأب يعني أخذه للبيت، بس صراحة مش حنسى هذا اليوم أبدا في حياتي لأنه كنت خايفة كثير. صراحة أحس إنه ما كانش ذنبي، لأن أنا قلت له وأنا متأكدة، وحتى صاحبتي سمعني قلت له لا تبلعش، سألته لو يقدر يسويها، عملت كل اللي أقدر عليه عشان أقول له إنه مفروض ما تبلعش عشان أخليه يفهم إنه لا يبلعش غسول الفم. بس بلعه، يعني إيش أنا ممكن أسوي؟ مش ذنبي، لكن بنفس الوقت هذا طفل وعلى مسؤوليتي أنا المسؤولة لو أي حاجة حصل له. ذات هنا لو أي حاجة حصل لطفل وعمره 6 سنين مش حيقول إنه أوه هو اللي ما فهمش، حيقول إنه أوه أنت اللي ما شرحتي لهش كويس. فلو كان أي شيء حصل للطفل هذا
كان على مسؤوليتي. وكمان فكرت انه الناس الدكاترة اللي يعملوا عمليات ولما يكون في يدك او في يدك حياة شخص واحد صعب، يعني صعب جدا. فالله يعين كل الناس اللي في هذا المجال، ان شاء الله ما يحصل هذا الشيء مرة ثانية. بتمنى تكونوا انبسطتوا بالفيديو هذا. Thank you so much for watching. Peace out.